هذا ايش رتبوا؟ صورت لكم اكثر الاشياء اللي عجبتني فاشتريتها من شيئين للعيد. طبعا مره متحمسه فيلا. هاي جايز، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. بتشوفوا فيديو اليوم الفيديو ايش؟ طلبيه تشيل. يعني صراحه هذا الشيء اللي حمسني اصلا لكل عيد، يعني ان انا طلبيه وهذا. تخيلوا لو ما وصلت بدري، والله لابكي كنت والله. الحمد لله انا وصلت، اذا راح افكها. طبعا الحين بس بوريكم الاشياء اللي اشتريتها زي الاشياء العاديه. هذا شو اسمه؟ لما اطلع الملابس واكويها بوريكم مره ثانيه. الله، كله ملابس. شوفوا شوفوا كيف قلتش الملابس لا نهايه. اول شيء اكسسوارات اخذت هذولي. بنات انا اعشق شيء اسمه خواتم، اعشق شيء اسمه خواتم، عشان كذا اشتريت خواتم. يعني احب الخواتم كذا بشتريها. فاشرت دقيقه المقاس، المقاس ترى بنجلط لو منها ما هي مقاس. ان انا شوفوا يعني من النظر يقول انه يجي على مقاسي، خلينا نجرب. اوكي ما يعني يجي، يعني ما يجي. واي يطيح يطيح. يا الله، هذا الخاتم طلبته لحاله عشان شكله حلو، لو طلع ما يجي على قدي حافجر شيئين، تم تفجيره بالكامل. وليس انا ليش حاطه ميك اب، يعني يعني ليش لي خلق؟ عشان انا كنت قاعده اجرب احط ميك اب للعيد وعجبني، فما راح امسح، قلت خلاص بصور فيديو. أنا غرفة اليوم صفرة عشان إضاءة هذا تسريحة. هذا طاح بس إنه هذا ما يطيح، هذا كفو الحمد لله رب. الحمد لله بنات في له أشكال بس ما أعرف ليش مو راضي توضح. شوفوا بنات هذا في اللبس، بنات في الحقيقة مرة كشوخ، من جد أنصحكم فيه. وأحلى شيء إنه مو صغير علي، مرة جاء على مقاسي بالضبط. شو كمان اشتريت؟ اشتريت هذا الرموش اللي تسووه بنفسكم في البيت، كأنها حقت العيادة ذيك اللي ركبوها، مرة حلوة الرموش الطرف، كنت تعرفوها. طلبت رموش ثانية، نقلتش أخراص لا نهائي. شوفوا اللي يتابع فلوقاتي يعرفوا هذا ايش أكيد، الحين أوريكم هو. من هذا جلوس، فمن جد كل اللي أعرفهم أشتروه، كل اللي أعرفهم أشتروه مني. يعني كلهم سألوني عن الدرجة وزي كذا، وإنه من كثر ما إنه مرة حلو. أتوقع إنه هو أصلا بديل حق ديور، بس إن شاء الله تطلع نفس الدرجة حقتي، نفس الدرجة. شوفوا كيف مرة حلو. نكمل أساور كذا، بعطيها أولاد خالاتي الصغار، يعني مو هم كبار لا صغار كذا، مرة أعمارهم 3 سنين سنتين. طلبنا هذا، هذول الحريم. عشان كذا إحنا جبنا هذه عشان تعلقوا عليها في هذول البنات. طلبت قلم حواجب حق شي قلام، لأنه مرة عليه مدح في التيك توك، فقلت خلاص لازم أطلبه. يعني من جد أحس أكثر الأشياء اللي أشوفها مدح باستمرار في التيك توك قلم حواجب شي قلام. برضو طلبت أساور لبنات خالاتي. شنطة، هيا أوريكم هي. ترى لونها سكري بس ماني عارفة ليش باين أبيض. بنات مرة حلوة ترى في الحقيقة، والله حلوة في الحقيقة، ليش باينة في التصوير خايسة؟ غرح واجب، غرر موش، غرات برضو بعطيها أولاد خالاتي. الله، أنا أحب المفاجآت بس ما أعرف إيش هذا، نسيت. أوه البلت حق العيون، هذا كان توصية من صاحبتي، لأنه حرفيا كنت أشوف البلت عندها مرة حلو، فيلو كل ألوان مرة. شوفوا كيف بنات، شوفوا هذه هي ألوانها. ألوانها صراحة مو مرة قوية 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 مرة إنكم تحطون لون يوضح، لا يعني لازم قبل تحطوا كونسيلر بعدين تحطوا نفس اللون يعني بزيادة، فهمتوا؟ ألوانها حلوة يعني عادي حلوة، أحس يعني أحس يناسب مرة إنكم تسوي فيها ميك اب كوري. كعب كمان، خلينا نلبسه. طبعا مبدئيا أنا لابسة سروال بيجامة، فأتمنى ما حد يسوي نفسه شايف. أوكي المقاس جاء علي مرة كويس، والله بنات شوفوا كيف والله حلو مرة. طلبت كسارة الرموش، طلبت كمان فرشة تشبه حقت تريل تكنيك، بس انا ما هي حقت تريل تكنيك، يعني اكيد تعرفوها صح، الفرشة حقت تريل تكنيك اللي كذا تسووا، تعرفوها صح؟ الشنطة الثانية، طلبت شنطتين. انا صراحة بنات انا اكبر فانز لشنط شي ان، يعني صراحه انا جربت من عندهم شنطه بنيه، اكيد تعرفوها لاني حلبت امها حلب،
واو كشوخي ولا مو كشوخي يا بنات؟ بنات ترى ورب الكعبة كده تخيلوها كده مع اللبس كده وانتو داخلين كده العزيمة. اخر شيء شوفوا كيف مرة حلو. مين يرتب هذا؟ مين حيرتب هذا؟ شوفوا كيف الملابس. بالله احد يجي يساعدني. الله يخليكم الله يخليكم. وشو هذا كيف؟ نسيت اوريكم حاجة مهمة بنات. اشتريت هذا الاكسسوار، عارفين هذا فين تلبسوه؟ في اليد بس من فوق مرة، يعني شفت عن جهة العضلات. المشكلة ما نعرف كيف اشرح لكم، كذا عند اليد من فوق هناك تلبسوها، انكم كذا تخلوا عن جهة اليد. بنات صراحة احس شكله مرة حيكون حلو، فعشان كذا اشتريتها بس ما جربتها للان مع الملابس. اليد بيجاما. الحين مع فقرة بجايم العيد. بنات صراحة انا خططت للبجايم اكثر من الملابس، من جد مرة احب البجايم اللي تكون مرة مريحة، فعشان كذا اخترت اكثر اشياء حسيت انها مرة مريحة. واذا انتم حابين تطلبوا صراحة يعني مريحة اطلبوا هذه نفس اللي عندي. واكثر شيء انصحكم تطلبوه من قلب بنات السراويل هذه، بنات السراويل المربعات هذه. بس انتبهوا في بعض الأكمشة تكون مرة ثقيلة، فاشتروا زي حقتي مرة خفيف يعني، مو خفيف هذاك اللي مرة كذا شفاف، لا يعني تحسوا بارد، فهمتوا؟ شوف انا اصلا لبسته، حتى هذه قماشها مرة بارد. فالنحين صورت لكم جاي من العيد، الملابس راح اصور لكم هي في سنابي او في الانستا، عشان كذا تضيفوني هناك، لان الملابس اصلا وديناها المغسلة وعبال ما تنكوي وزي كذا، وابا نسقها واوريكم. فخلاص ضيفوني هناك. اخذت هذا البيجامة عليها ورود صفرة، مرة احسها حلوة ومريحة، وفعلا القماش حقها بارد. في برضو عندي هنا هذا البجايم، هذا البيجامة مرة بنات عارفين اللي كذا مرة مريح كذا بشكل، واكثر شيء وكمان احسها كشوخي، فانا احس اني يمكن يا البس هذه في ليلة العيد، يعني يصير هذا بيجامة العيد وكذا وخلاص تروش، ومرة يعني لانه مرة مريحة. وبلوزتها زي كذا شوفوا، والله احس لو لبستوا بلوزتها انه كانه لبس مو بجامه محدره. كذا خلصنا فيديو اليوم، وريتكم ايش رايتي من شين. زي ما قلت لكم لا تنسوا تجوا حساباتي في الانستا وفي سناب، لما اصور لكم هناك ملابسي وكل حاجه، حسيت هناك التصوير ممكن يكون افضل. اشوفكم بالفيديو الجاي.